السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تراحيب. كما نرحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. ورحب زميلي خالد النعمة وتميم، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور يا عبد الرحمن، يا مرحبا ومسهلا، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا هالليلة. مواضيع متنوعة وأيضا ضيوف متميزين، هذا وإلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة وأبرز ما في حلقة الليلة. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعو إلى التصويت للمشاريع القطرية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات. أكثر من 30 فريقا يشاركون في بطولة ملك الملعب للكرة الطائرة الشاطئية على ملاعب سباير. إذن كانت هذه أبرز العناوين الرئيسية لحلقة الليلة. إذن البداية عندك يا عبد الرحمن. شكرا يا خالد. الله يسلمك. البداية مشاهدينا الكرام، تترشح عدد من المشاريع القطرية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات. وقد وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعوتها للجمهور في دولة قطر إلى التصويت للمشاريع المشاركة، وذلك عبر رابط التصويت الخاص بالمسابقة، وذلك قبل الموعد النهائي لمرحلة التصويت المحدد بتاريخ 25 من يناير 2023. نتابع. في إطار دعمها المستمر للابتكار وبناء مشاريع رائدة، دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين والمقيمين وأصحاب العلاقة في دولة قطر إلى التصويت للمشاريع القطرية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023. وتعد هذه المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU المنصة العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط العمل 18 التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات المحددة في خطة عمل جنيف، لإنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع التي تسخر قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع تنمية المستدامة. وتشمل قائمة المشاريع القطرية المرشحة 10 مشاريع، هي وادي تسمو الرقمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز البيانات الحكومي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشبكة الحكومية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوابة قطر للبيانات المفتوحة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج التعليم الإلكتروني لكبار السن من مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات من الوكالة الوطنية للأمن السبراني، بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منصة خدمات الصناعة من وزارة التجارة والصناعة، مجتمع المزارعين الرقمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة التحليل الإعلامي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبعد انتهاء التصويت على المشاريع المرشحة من مختلف دول العالم، ستفوز أول 5 مشاريع تحصل على أكبر عدد من الأصوات لكل فئة من الفئات، وستعرض تفاصيل المشاريع الفائزة ضمن المنشور الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات الصادر بعنوان تقييم تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات. إذن أيضا وفي سياق آخر، حيث تمثل مسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 آلية فعالية لتقييم المشاريع التي تسخر من قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع التنمية المستدامة. طبعا الحديث أكثر عن هذه الجائزة وكيفية التصويت لها، يسرنا أن نستضيف معنا هنا في الاستديو السيد عبد الله العمادي، منسق مشاريع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مرحبا ومسهلا فيك عبد الله، وحياك الله معنا اليوم. مرحبا. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاب أشكركم على الاستضافة، وأنا جدا سعيد بالتواجد معكم على قناة الرؤية. يا مرحبا بك مسهلا عبد الله. عبد الله، يعني دائما يعني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائما هي سباقة في هذه المشاريع، وأيضا الحين نستضيف هذه القمة في تصويت عليها قمة
اللي تكون في 23. بدايه يعني عرفنا عن هذه القمه العالميه، ايش معناها القمه العالميه لمجتمع المعلومه؟ اول شيء تعتبر جائزه القمه العالميه لمجتمع المعلومات جزء من المنتدى الذي يعقده الاتحاد الدولي للاتصالات، ويعتبر اكبر تجمع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعرض قصص نجاح المشاريع من جميع الدول. ما شاء الله. في تنفيذ خطوط العمل، وخطوط العمل هي عباره عن فئات الجائزه التي تدعم اهداف التنميه المستدامه. اسمحوا لي بس اعرفكم عن اهداف التنميه المستدامه. اي اكيد احنا نبي نسال عن الاهداف، يعني عبد الله بالتاكيد يعني اي جائزه لابد ان يكون من ورائها اهداف معينه، خصوصا لما احنا نطلب من المشاهدين التصويت للمشاريع المقدمه في مثل هذه القمه، فخلنا نتكلم عن الاهداف بشكل عام. طبعا الهدف من الجائزه هي تشريع عمليه تحقيق اهداف التنميه المستدامه. نعم. وايضا تساهم في تحسين الخدمات الالكترونيه مستوى العام وغيرها من الامور. طبعا. نعم. هو بالتاكيد يعني مجال التكنولوجيا يعني متسع، وايضا تزاحم في القمم دائما يفرض نفسه المشروع في مثل هذه القمم، بالتاكيد يعني قطر ممثله بالوزاره ايضا عندها كثير من المبادرات والمشاريع التي تريد ان تطرحها في مثل هذه المحافل. احنا شفنا ايضا في التقرير اللي كان قبل شوي ان ما شاء الله يعني وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستحوذه على الكثير من المشاريع ما شاء الله الرقميه يعني اللي كانت موجوده. صحيح. في هذه القمه. زين كلمنا ذكرت عن موضوع الاهداف وايضا دورها في التنميه المستدامه، نتكلم عن الهدف او الجوائز المقدمه لهذه القمه، يعني ممكن المشاهد يسال ايش فائده التصويت؟ ايش ممكن يستفيد؟ هل الجهات الجوائز تروح مثلا للجهات او حتى الناس اللي مشاركين في هذه الجهات او لا؟ طبعا تتميز المشاركات القطريه بتطابق مشاريعها مع فئات الجائزه. وايضا تدعم اهداف التنميه المستدامه. نعم. وبناء على ذلك تم اختيارها من ضمن المشاريع المترشحه من قبل لجنه الاعضاء للاتحاد الدولي للاتصالات. طبعا المشاريع اللي ترشحت باسم دولة قطر هي 10 مشاريع. نعم. سبعه منها لوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وثلاثه لجهات اخرى مختلفه. ممتاز. ما شاء الله. طيب انا ودي اسال الان عن اليه التصويت، كيف يتم التصويت من قبل الجمهور؟ هل في رابط معين؟ اعتقد يمكن ظهر الان على الشاشه. نعم. يمكن هذا الابلكيشن. هذه المشاريع اللي ترشحت باسم دولة قطر. هذه المشاريع المشاركه، زين شلون تتم عمليه التصويت؟ الناس لو ودها تدخل الحين شلون تصوت لها؟ طبعا اول شيء يتم اختيار 20 مشروع من كل فئه. انزين. في مرحله التصويت. نعم. يسمح للجمهور التصويت لمشروع واحد فقط. أوكي. من كل فئه. تمام. طبعا طريقه التصويت جدا سهله. تكون من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجائزه. هذه هي طريقه التصويت اللي تظهر على الشاشه. أي الان. نعم. وطبعا يتطلب فقط انشاء حساب وبعد ذلك الدخول الى فئات الجائزه والتصويت لمشروع واحد فقط. تنتهي فتره التصويت في تاريخ 25/1 من هالشهر شهر واحد. وبعد مرحلة التصويت يتم اختيار 5 مشاريع الأعلى تصويتاً. ما شاء الله. ويتم تسميتهم بالأبطال. يتم تكريمهم ومنحهم شهادة تميز في الحفل. يستاهلون يعني. وهل في يعني في شروط معينة للتسجيل مثلاً؟ يعني رقم بطاقة شخصية ولا؟ لا ما في شروط، بس تدخل الموقع تعبي بياناتك والإيميل. نعم. وبعدها تسجل في الموقع وبعدها تقدر تصوت حق المشاريع اللي ترشحت باسم دولة قطر. نعم. طيب الآن ما الذي يميز المشاركات القطرية؟ طبعا تتميز المشاركات القطريه بتطابقها مع فئات الجائزه وايضا تدعم اهداف التنميه المستدامه. نعم نعم. طيب احنا متى مرحله الاعلان هذه راح تكون عن الفائزين؟ المرحله راح تكون طبعا هم في المرحله الثالثه بيختارون فائز واحد من كل فئه. يعني في مراكز اولى اول ثاني ثالث؟ لا بتكون شفت المشاريع اللي ترشحت اللي سموهم الابطال. نعم. بيختارون منهم فائز واحد. انزين وش الجائزه اللي بياخذها هذا الفائز؟ بياخذ تقريبا كاس تذكاري بيكون. انزين. بيتم الاعلان على الفائزين في الحفل الذي سيقام في منتدى القمه العالميه لمجتمع المعلومات. تمام. في منظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بيكون في شهر 3 في جنيف. ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا صراحه نتمنى توفيق صراحه للمشاركين والابطال، نقدر نسميهم بالابطال يعني سواء اللي راح يفوز او حتى اللي شارك في هذا المشروع. نعم. ايضا يساهم في التنمية. نعم. المستدامة لدولتنا الحبيبة قطر. يعني لو نتكلم يعني عبد الله انه كيف ممكن تساهم هذا الجواز يعني في تعزيز مثلا الخدمات الرقمية في قطر وتنميتها، خاصة ان الحين نشهد نهضة تكنولوجية كبيرة يعني. صح. نعم صحيح.
طبعا تساهم هذه الجوائز على تقييم الوضع الحالي للخدمات الحكوميه في دوله قطر، وتحفز على اطلاق خدمات جديده، وايضا على تحسين الخدمات المتاحه في الدوله. طبعا مشاركه الجهات خبراتها مع الدول الاخرى، وايضا الاستفاده من مشاركات الدول اللي بتكون معنا في يعني الجهة. هي تكون بمثابه منصه لتبادل الخبرات، يعني يكون فيها تقديم مشاريع تبادل الخبرات الاستفاده منها. انا ودي منك كلمه اخيره ايضا تقولها قبل لا نختم معك هذا اللقاء، توجه الرساله هذه عبر الشاشه لكل من يريد التصويت للمشاريع الموجوده من خلال الرابط. طبعا التصويت جدا مهم لابراز اسم دولة قطر في المحافل الدوليه. نعم احنا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. قبل ما نختم، يعني انت شلون تشوف عن مستوى الخدمات الرقميه يعني خاصه في قطر وتطورها يعني منذ سنوات، يعني حتى الى الان يعني انشئ وزاره خاصه للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعني بخصوص هذا الشان. طبعا تميزنا على مستوى الخدمات الحكومه الالكترونيه. تصدرت دولة قطر المرتبة 16 عالميا والمرتبة الثالثة اقليميا في مؤشر نضوج الخدمات الرقمية. في مؤشر نضوج الخدمات الرقمية الصادر من قبل البنك الدولي لعام 2022. ممتاز. تم تصنيف دولة قطر ضمن الدول المتقدمة نظرا لأدائها العالي في المؤشرات. ممتاز. طبعا المؤشرات اللي اخذنا فيها مراكز عالية هي مؤشر الأنظمة الحكومية 33 عالميا والخامسة إقليميا، ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية الرقمية 21 عالميا والثالثة إقليميا، ومؤشر تفاعل مع المواطنين 17 عالميا وأيضا الثالثة إقليميا، وأخيرا مؤشر إمكانات التكنولوجيا الحكومية 49 عالميا والسابع إقليميا. نعم إذا يعني اللي فهمناه يعني أيضا أن كل مؤسسة تقوم على عملية التطوير المستمر، وايضا استخدام يعني الكي بي اي او المؤشرات لعمليه قياس الجوده ورضا المستهلكين او حتى مستخدمي الخدمه. نشكرك على وجودك معنا اليوم. حاب اوجه كلمه حق الوزارات اللي ساهمت في رفع مؤشرات دوله قطر. اكيد اشكرهم طبعا على التعب اللي بذلوه معنا، وكان لهم دور كبير في رفع المؤشرات. يستاهلون الشكر. شكرا لك عبد الله، واحنا نتمنى ايضا التوفيق لهذه المبادره والتصويت ايضا للمشاريع المقدمه يعني في هذا المحفل الكبير. شكرا على حضورك اليوم معنا، ونتمنى لكم مزيد من التوفيق. الله يعطيك العافيه. كل شكر للسيد عبد الله العمادي منسق مشاريع في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الله يعطيك العافيه عبد الله، موفقين ان شاء الله ولكم التوفيق هذا القمه. الله يعطيك التوفيق ان شاء الله. فهذا الكرام، ننتقل الى موضوع اخر، حيث تقام في هذه الاثناء دوره تصوير السيارات التي تنظمها وزاره الثقافه ممثله في مركز قطر للتصوير، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى بعد غد السبت في كتاره. وللمزيد ينضم الينا نديب قناة الريان الفضائية من هناك محمد عبد الله. محمد مساك الله بالخير، وكيف الأجواء عنده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أخواني في الاستديو، مس عليكم ومس أيضا على متابعين قناة الريان الفضائية الكرام. مثل ما أنتم شايفين نحن اليوم في كتارة، تحديدا دورة تصوير السيارات تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في مركز قطر للتصوير، وتهدف إلى إكساب المشاركين فيها مهارات تصوير السيارات من خلال الإلمام بالمبادئ النظرية قبل ما ينزل المشارك على الميدان ويجرب التصوير ويصور أيضا السيارات. ومعانا الأستاذ، عرفنا اسمك الغالي. معك أخوك عبد العزيز الكبيسي. والله ونعم أخوي عبد العزيز، الله يحفظك إن شاء الله. خلينا نتكلم أولا، يعني حدثنا عن الدورة وليش تم اختيار خلينا نقول السيارات خاصة يعني عن غير. في البداية أنا أشكركم على حضوركم ورحب فيكم على هذه التغطية المميزة. الدورة هذه جاءت بناء على تعاون بين مركز قطر للتصوير وشركة سيزوكي. هي مش فقط دورة، هي أصلا مسابقة. فالفكرة كانت مسابقة وبعدها جاءت الدورة على أساس أن إحنا نساعد المصورين يعرفون فنيات وتقنيات التصوير السيارات للمشاركة في المسابقة. نعم اخوي عبد العزيز، خلينا نتكلم خلينا نقول على الاقبال الجماهير. هل كان عدد كبير من المشاركين من اليوم الاول؟ هل يعني خلينا نقول خالف توقعاتكم؟ جاءوا العدد المطلوب او اكثر؟ والله مثل ما شفت عينك يا غالي، الاقبال تقريبا نقدر نقول عنه 100% للورشه، وهذا اول يوم وورشه نظريه لسه عندنا التطبيق العملي للسيارات وتصوير السيارات في الخارج باذن الله.
لا قلنا قبل شوي قلنا عن سبب يعني خلينا نقول اختيار سيارة سوزوكي على انهم هم طلبوا منكم. نعم يعني شركة سوزوكي مشكورين، كانت البداية صراحة والمبادرة من عندهم للتواصل والاتفاق على هذه الورشة وهذه المسابقة. كذلك بما ان الورشة او المسابقة مخصصة لسيارات سوزوكي، تم الإعلان للمتسابقين أو اللي ودي يشارك في المسابقة أنه يدخل موقع معين خاص بشركة سوزوكي ويقدر يختار السيارة اللي يبيها والوقت اللي يبي كمصور، عشان يجيبون له السيارة المكان اللي يبيها ويصورها. قاعدين احنا نسهل على المصورين دورة، نعلمك شلون تصور سيارة نجيبها لك عشان تصورها عشان تشارك في المسابقة. نعم صحيح، مثل ما ذكرت اخوي عبد العزيز انهم اصلا يجيبون لك السياره لين يعني لين عندك وتصور فيها، وهاي هو يسهل حتى على المشاركين كامكانيه التصوير في السياره وامكانيه اخذ لقطات احترافيه. نعم صحيح، حتى المنافسه تكون اكبر بين المصورين الصراحه. يعني المسابقه هذه سلمك الله، اللي راح يفوز في هذه المسابقه المركز الاول راح تكون له سفره الى اليابان لزيارة مصنع سوزوكي هناك ويشوف بعينه، وغير الجوائز الثانية. يعني مسابقة للأمانة مكتملة خلينا نقول الأركان. نعم يعطيك العافية أخوي عبد العزيز الكبيسي، والله يرحم والديك على هذا اللقاء المحترم. الله يرحم والديك، شكر لكم. الله يجزاك خير. مثل ما شفت إخواني صراحة هذه الدورة أنا يعني أقول حق إخواننا اللي تابعونا من خلال شاشة قناة الريان الفضائية، يجب عليكم صراحة يعني أنكم تزورون هذا المكان وأيضا تشاركون في هذه الدورة، دورة تصوير السيارات، من صراحة أجمل الدورات اللي أنا شفتها هني يقدمونها كتارة وتحديدا وزارة الثقافة. هذا كل اللي عندي إخواني، نرجع لكم في الاستديو. شكرا لك يا محمد، شكرا لك يا محمد على هذه التغطية. وبالتأكيد يعني التصوير أصبح مجال متسع يمكن يتزاحم عليه الكثير من الناس اليوم، يمكن صار حتى الانتقال من الكاميرا العادية وكاميرا التلفون. عبد الرحمن ما شاء الله فنان يعني في التصوير، العين ما تنعل الحاجب يعني خالد دائما خالد يعني مبدع دائما في التصوير، خاصة المناظر الطبيعية، التصوير الشخصي يسمونه بورتريت. نعم صحيح ما شاء الله عليك، نبغى تصورنا عقب. شكرا على هذا الاطراء ان شاء الله. استاهل احنا يعني الأمانة التصوير اصبح اليوم لغه العالم الحديثه اليوم، يمكن يعني تؤكد هذه المقوله ان الصوره عن ألف كلمه، وكثير ما تكون الصوره صراحه مؤثره. حتى يعني يمكن تغلنا من عالم الصحافه في الكاريكاتير عبد الرحمن لين الصور الاعتياديه اللي تعودنا عليها. بس يعني انت شفت النقله كيف كانت، وش هي التصوير صار يعني بكل مكان، يعني صار ترند عالمي يعني التصوير اليوم. إذا نستمر معاكم أعزائي المشاهدين، ولكن نطلع إلى هذا الفاصل القصير ونتابع بعد حلقتنا، بقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة الأخبار المحلية السريعة. نبدأ بالخبر الأول، حيث أعلنت إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح باب الالتحاق بوظيفة الإمامة والخطابة بنظام المكافأة وفق الشروط التالية: أولا أن يكون المتقدم قطري الجنسية، ثانيا أن يكون العمر ما بين 18 إلى 55 سنة، ثالثا حفظ وإتقان 3 أجزاء من القرآن الكريم، رابعا اجتياز المقابلة الشخصية، خامسا اجتياز الدورة التأهيلية في العلوم الشرعية لغير خريجي كلية الشريعة، سادسا اجتياز الاختبار الشفوي للقرآن الكريم. إلى الخبر الثاني، حيث استضافت وزارة الدفاع الاجتماع الخامس اللجنة العسكرية العليا المشتركة القطرية التركية. تناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية والأمنية. إلى الخبر الثالث، حيث توقعت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني أن تتأثر البلاد بحالة مطرية متفاوتة من يوم الجمعة 13 يناير 2023 وحتى منتصف الأسبوع المقبل. وأوضحت الهيئة أو الإدارة عبر حسابها على تويتر أنه من المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة تتغير إلى جنوبية شرقية من منتصف يوم الجمعة.
هذه كانت أخبارنا المحلية، والآن ننتقل إلى الرياضة مع الزميل خالد النعمة. شكرا لك عبد الرحمن. طبعا إلى الرياضة، حيث أعلن الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عن مشاركة فريقين قطريين ثريا وسهيل ضمن منافسات سباق التحمل تحدي هانكوك 24 ساعة، أحد سباقات بطولة العالم لسباقات التحمل، والتي تنطلق على مدار 3 أيام بمشاركة متسابقين عالميين وأقليميين على حلبة دبي أوتودورم. ويمثل قطر في هذه الجولة فريق ثريا وسهيل، ويتألف فريق ثريا من عبدالله الخليفي، غانم العلي، وإبراهيم عبدالغني، بينما يتألف فريق سهيل من عبدالله العباسي، وإبراهيم المناعي، وعبد العزيز الجابري. وتبدأ يوم غد الجمعة منافسات الأدوار التأهيلية للسيارات المشاركة التي وصلت إلى 54 سيارة عالمية. ويعد تحدي هانكوك 24 ثاني أضخم سلسلة سباقات في العالم، تستمر على مدار 24 ساعة، ويتضمن مشاركات من جميع أنحاء العالم. الله يوفقهم إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، وأيضا بمشاركة أكثر من 30 فريقا، انطلقت بطولة ملك الملعب للكرة الطائرة الشاطئية على ملاعب مؤسسة سباير. على ملعب حديقة سباير انطلقت بطولة ملك الملعب للكرة الطائرة الشاطئية التي تستضيفها مؤسسة أسباير زون من 11 إلى 14 من يناير الجاري، بمشاركة كبيرة وصلت إلى أكثر من 30 فريقاً من الرجال والسيدات. ويشارك في البطولة منتخبنا الوطني المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان المتوج بنسخة العام الماضي، وهو المصنف الثاني عالمياً وصاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020. هذه البطولة ثاني مرة نستضيف في مؤسسة سباير، استضفناها السنة اللي راحت، وحالياً استضفناها بمشاركة 15 فريق نساء 15 فريق رجال، مشاركة منتخبنا. الحمد لله البطولة اللي راحت يعني منتخبنا فاز فيها، إن شاء الله منتخبنا إن شاء الله يشرفنا يفوز في هذه البطولة. طبعا الفرق مشاركة من كذا دولة، في عندنا من أوروبا، في عندنا فرق من آسيا. الفرق العربية أنا أعتقد أن منتخبنا هو الفريق العربي المشارك الوحيد في الرجال. الجدير بالذكر أن بطولة ملك الملعب للكرة الطائرة الشاطئية انطلقت أول مرة في هولندا عام 2017، وقد لاقت نجاحاً كبيراً، وتحتضن دولة قطر نسختي 2022 و2023 من هذه البطولة. إذن مشاهدينا الكرام، نستطيع أن نقول سوف تبصر بإذن الله تعالى النور في الفترة المقبلة مبادرة المتطوع المتقاعد، التي تهدف إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين الطويلة في مجالات مختلفة مثل الهندسة، المحاماة، التعليم، الطب، والكثير أيضا من التخصصات الأخرى التي سيكون لها النفع والأثر الكبير في المجتمع بإذن الله تعالى. والحديث أكثر عن هذه المبادرة يسرنا أن نستضيف معنا في الاستديو الدكتور يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي والرواد للعمل التطوعي. يا مرحبا بكم وسهلا دكتور، ومنورنا عقب الغيبة. يا أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بمشاهدي قناة الريان في برنامج ترحيب. يا مرحبا ومسهلا دكتور. دكتور، يعني لو نتكلم على هذه المبادرة الجديدة المتطوع المتقاعد، يعني نتكلم عنها بشكل رسمي، كيف جاءت الفكرة وإيش تعني المتطوع المتقاعد؟ هي حقيقة الفكرة جاءت لاحظنا كثير من المتقاعدين، أنا أسميهم بيت الخبرة، نعم، اللي فعلا عندهم يعني خبرة وعندهم تراكمات وما زال عندهم العطاء. وأنا دائما أقول لهم العمر هذا رقم، نعم، إحنا ما نعتبره يعني كبر سن. صحيح. فلاحظت أن هناك حقيقة كثير من الشخصيات والقيادات يعني على استعداد لهم يخدمون في أي مجال. نعم. فتحدثت مع أكثر من شخصية وأكثر من شخص، قال لي يوسف أنت لو يعني تكون في مبادرة موجودة لنا إحنا المتقاعدين، نعم، بدل ما نكون قاعدين على المقاهي ولا قاعدين في المولات ولا قاعدين في خلنا يا أخي أو في المجالس، خلنا
نتحرك، خلنا نسوي شيء، احنا فعلا عندنا العطاء نقدر نشتغل، خاصه الواحد اذا كان نشيط يعني صحيح. او صحيح. ما يعاني من امراض مزمنه أكيد. او غيرها يكون عنده وقت فراغ طويل. الفكره من ناحيه جديه اكثر وتنميه تدريسها بشكل اكبر. فاطلقت الفكره هذه السنه الماضيه كفكره وحبيت ان اقيس النبض وردود الافعال. فشفت بالعكس هناك في اقبال كبير وخاصه من الاطباء والمهندسين، فقلت انا يعني الهدف اللي عندي مش فقط الاطباء والمهندسين. عندي يمكن اكثر من 12 تخصص، ممكن يكون اكثر في حاله يعني المتطوعين المتقاعدين او بين قوسين نحطهم بيت الخبره. بيت الخبره صحيح، عندهم يمكن بعض اللجان اللي ممكن هم يديرونها وتكون لها مردود ايجابي على المجتمع. فعلا عملنا من خلال هذه الفكره سنه كامله دراستها، هي العمليه ما جت في يوم وليله. بعد ما تاكدنا فعلا ان هناك في اقبال وهناك في حتى حماس كبير من بيت الخبره، حبينا نطلق هذه المبادره بشكل رسمي في 5 ديسمبر بمناسبه اليوم العالمي للتطوع. وقلنا خلاص احنا اليوم هذا المشروع ان شاء الله سيرى النور، والان وضعنا هدف خلال 3 شهور من الان بنبدا نحط احنا نسميه الوصف الوظيفي لكل لجنه من اللجان والمهام اللي ممكن تقوم بها اللجان، وكذلك يعني الحقوق والواجبات والدور اللي ممكن يقوم به بشكل مباشر. تعرف احيانا المتقاعدين المتطوعين بمعنى اصحاب الخبره، وانا اتكلم حتى الفئه العمريه يعني من 50 ورايح حتى 80 90 ما عندي مشكله. اذا كان يحس نفسه عنده يعني القادريه وعنده العطاء. فاتوقع ان شاء الله خلال 3 شهور القادمة بنضع المعايير الأساسية لكل لجنة من اللجان الموجودة. الآن في عندنا أسماء موجودة، لكن أنا أفضل تكون عندي ديمقراطية خاصة من خلال بيت الخبرة. يعني كل مجموعة وكل لجنة تجتمع، سواء اللجنة فيها 5 ولا 10 ولا 100، ما عندنا مشكلة في كل لجنة من اللجان. طبعا كل لجنة فيما بعد تختار رئيسها وتختار إداريها وتختار فريق العمل كانتخاب يعني بينهم أكيد بين يعني. أكيد، وحيكون في يعني في مهام يقوم بها حقيقي، يعني مش العمليه بس مجرد ان انا جاي او احسن جيت يعني وانا قاعد بس اني اضيع وقت واتسلى. لا، احنا عندنا يعني مهام وظيفيه اهداف من خلال بيت الخبره، وعندنا كذلك مهام لتلك القيادات اللي ممكن يعني تصب خبرتهم للاجيال القادمه. نعم. طيب دكتور، هذا يخليني افتح معك ايضا الحوار في مجال اخر، وين راح يكون مقر هذه بيت الخبره اللي انت اطلقت عليها الاسم، وايضا من المنتفع من وراء الخدمات اللي راح يقدمها هذا المنتسبين لها؟ سؤال طيب يا دكتور خالد. هو حقيقه انا ما اقدر اقول لك وين المكان الان، لان اكثر من جهه نعم الان حقيقه تبي تتبنى هذا المشروع، وهذا الشيء المفرح يعني. والله يجزيك يعني انا يعني والله اكون معك صريح يعني اكثر من جهه ولها ثقلها قالوا احنا هذا المشروع نشوف المشروع يعني فعلا له رؤيه، ونبقي احنا نتبناه بشكل مباشر. انا حقيقه عندي اجتماعات الاسبوع القادم وبعد ذلك ان شاء الله بنشوف وين الجهه اللي ممكن تتبنى حسب المعايير والمواصفات اللي احنا بنضعها، لان في النهايه احيانا بعض اللجان تتطلب كلها يعني مقر ودوام يومي وكذلك مهام، وفي نفس الوقت يعني محتاجين الى بعض المعدات والادوات. كل الامور هذه يعني احنا واضعينها في الحسبان. صحيح. يعني امور يعني حتى الامور اللوجستيه بحاجه لها. فطبعا اكثر من جهه حقيقه طلبت، لكن خلال الاسبوع القادم ان شاء الله بنحدد شنو هي الجهه اللي ممكن يعني تتبنى هذا المشروع. أنا حقيقة ما نبقى نزعل الآن جهة على حساب جهة. صحيح. شوف، لكن إن شاء الله خلال أسبوع 10 أيام بالكثير بنعرف الجهة اللي بتتبنى هذا المشروع. وبالعكس إحنا في النهاية عندنا هدف واحد. هدفنا هو قطر. كل متطوع معانا من بيت الخبرة له دور حيقوم به لأجل قطر. يعني أنا حقيقة يمكن اللي أسعدني أكثر من خلال المتطوعين القيادات أنا أسميها. يعني في منهم حتى أطباء قال لك احنا صحيح تقاعدنا لكن ما زال عندنا العطاء. يا اخي احنا عندنا هدف يا اخي نخدم بلادنا. صحيح. يا اخي عطونا مجال نكون موجودين. نعم. فالكلمه هذه لو تشوفها او تسمعها من يعني الناس هذه تتحمس بشكل كبير انك فعلا توفر لهم المناخ اللي ممكن يقوم. وهي صراحه مبادره يعني طيبه، يمكن انا اول مره اسمعها في الشرق الاوسط يمكن ولا حتى في الخليج. هذا يعني مثل ما قلت لك موجوده يعني ما اسمعناها من قبل. فعلا الدول الثانيه بتقلد هذا المشروع انه فعلا مشروع الاول من نوعه. وان شاء الله هذا المشروع ينجح
يعني بالفكره اللي وضعناها والاستراتيجيه اللي احنا يعني نبغي ننطلق من خلالها. منددها يا ابو دكتور يوسف، يعني دائما ما تسعى في مشروع الا ان شاء الله. لا لا يا زخي، انا دائما يعني باذن الله يعني المشروع ما انسب لي بنفسي انا حقيقه. يعني انا يعني حتى كذلك من يعني بيت الخبره هم كذلك يمكن يعني يضعون يمكن بعض المعايير، بعض الحلول، بعض الامور اللي ممكن تسهل عمليه ادائهم. نعم. وطبعا انت تتكلم على 12 لجنه، وكل لجنه من اللجان ممكن يكون فيها يمكن 4 أو 5 تخصصات او 7 تخصصات. ممتاز. فيعني العمليه حيكون لها يعني لجنه وتحتى افرع يمكن تفرعات 6 أو 7 لجان. والله انا احييكم صراحه على مثل هذا الموضوع، لان هي تبدا تشغل يعني تعطي مساحه حره للناس. صحيح. اللي اكتسبت تراكمات وخبرات كبيره. يعني انت تخيل يعني المؤسسة ممثلة بالدولة تصرف مبالغ طائلة جدا حتى يصبح هذا الإنسان معطاء، وفي مرحلة من العمر ما زال هذا الإنسان أكتف أو نشيط، تحتاج أن تصب هذه المعرفة مرة ثانية للمجتمع. أنت قس على ذلك مثلا لو أخذت على مجال المباني، الطرق وما إلى ذلك، والطب والتخصصات، وهذا أنت تختصر مسافات كثيرة من الخطأ والتجربة اللي عفى عليها الدهر. يعني دكتور خالد، يعني مقطع كلامك له بالخير، يعني أنت طرقت على مثلا على مستوى الطب. أنت عندك بس في الطب عندك يمكن حوالي يعني يمكن 10 أو 15 تخصص. نعم. الآن أنا عندي يمكن أو 6 أو 7 تخصصات من الأطباء اللي هم جاهزين. ما شاء الله. يعني حتى الله. الآن قالوا يعني من الآن إحنا نبقي نعمل قافلة طبية. يعني شوف الحماس يعني. ممتاز. عندنا استعداد يكون عندنا قافلة طبية. والقافلة الطبية تنطلق سواء في قطر أو خارج قطر. نعم. وإحنا متطوعين من غير مقابل، إحنا بالعكس جاهزين نخدم. يعني عندنا أنف وأذن وحنجرة، عندنا باطنية، عندنا العيون، وفي منهم جراحين يعني أطباء. ما شاء الله. فهذه يعني يعطيك الدافعية يعني الأكثر. نعم. إذا جينا حق المهندسين مثلا، الهندسة عندنا أكثر من مجال في المعمار. عندنا هندسة مدنية، عندنا هندسة كيماوية، عندنا هندسة بحرية. معظم المهندسين قال لك يا أخي نحن على استعداد أن احنا نساهم ونشارك. زين، إيش طبيعة العمل؟ صحيح. عندهم أعمال كثيرة، ممكن يكون لهم مشاركة حتى في عملية ترميم مباني، ترميم مساجد، مشاركتهم في أي فكرة جمالية، لمسة. صحيح. فنية. فهؤلاء يعني مهندسين وعندهم الفكر وعندهم الخبرات المتراكمة، ممكن يكون لهم يعني البصمة الواضحة. أكيد. ضف على ذلك عندنا البيئة. اللجنة البيئة هذه يمكن تحتى 3 لجان، البرية والبحرية والجوية. صحيح. كل لجنة من اللجان يصب تحت يمكن حوالي 5 أو 6 اختصاصات يمكن يقوم بها. وهذا يمكن يعطيك الدافعية أكثر، أنه فعلا عندنا قيادات الآن بحماسة. ممكن يعني اليوم كلمني واحد إعلامي برغم أنكم إعلاميين في اللجنة الإعلامية، قال إخي أنا على استعداد، أنا الآن تقاعد، عندي الخبرة الموجودة وأقدر حتى أن أشتغل يعني من الناحية الإعلامية بشكل كبير، أني أروج لهذا هذا المشروع بشكل كبير. نعم. وعندي الإمكانيات اللي ممكن يعني تسهل عملية الترويج سواء على مستوى قطر أو على خارج دولة قطر. اللهم لك الحمد، مهب غريبة على هل قطر والمقيمين. صحيح. احنا مستمرين معك بالحوار، ولكن دكتور بنطلع إلى هذا الفاصل القصير ونرجع بعده لمتابعة حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، ونعود نتابع الحوار مع ضيفنا في الاستديو الدكتور يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي والرواد للعمل التطوعي. مرحبا بك مساء جديد دكتور يوسف. كنا نتكلم على هذه المبادرة ويعني كتعريف عام ودوركم ايضا في دعم المتطوع المتقاعد او بيت الخبرة نقدر نسميهم. دكتور يوسف، ذكرت اكثر من مرة موضوع لجان، مهام لجان. يعني ممكن مشاهد يسأل يقول هذا هؤلاء متطوعين، ايش معنى كلمة لجان؟ ايش مهام هذه اللجان؟ كيف ممكن هذه اللجان تبدا عملها او ايش تعمل فيه اصلا من الاساس؟ صحيح. طبعا هناك عندنا لجان مثل اللجنة الهندسية، لجنة الطبية، لجنة البيئة، لجنة العلاقات العامة، لجنة الثقافة، من المتطوعين. احسنت. لجنة الاجتماعية وهكذا. اذا جينا مثلا اللجنة الثقافية، احنا اليوم في قطر والله الحمد يمكن لاحظنا حتى من خلال كأس العالم. صحيح. كانت قطر مهتمة بشكل كبير بالثقافة. نعم. باللبس، بالعادات، بالتقاليد. نعم. زين، يعني تركت أثر لكل العالم الموجودين. صحيح. احنا فعلا بحاجة الآن اللجنة الثقافية تنقل الثقافة هذا من جيل إلى جيل. نعم. طبعا الجيل الحديث الآن كيف يقدر يتعلم أصول
الثقافة والعادات والتقاليد إلا من أبائنا ومن أجدادنا ومن الناس اللي فعلا عندهم الخبرة الكبيرة. الآن احنا عندنا حتى كذلك في اللبس، في الأكل، في المشرب، يعني اليوم احنا نشوف حتى في عندنا الأكل ينكر غير الأكل اللي هناكله، يعني حتى طبيعة الأكل احنا محتاجين نعلم عيالنا، نعلم جيلنا ان هذا ترى الأكل، هذا الأكل اللي كنا هناكله، هذا أكلنا، هذا شربنا، هذا لبسنا، هذا صنعنا، هذا عاداتنا، هذا استقبالنا مع الضيف، هاي تواصلنا مع الغريب، يعني هذه الثقافة لها يمكن أكثر من محور من ضمنها. نجي حق اللجنة الاجتماعية، اللجنة الاجتماعية هذه دورها تدخل في الأمور المجتمعية، وخاصة يعني احنا نسلط الضوء مع الجمعيات الخيرية، مع صندوق الزكاة، مع الأوقاف، ونروح نشوف حتى من خلال اللجنة هذه نشوف بعض الأسر المتعففة ايش احتياجاتهم. هذول يكونون شركاء مثلا مع اللجنة الهندسية، فيقول لك مثلا أنا اليوم عندي حدا المساكن محتاجة لترميم بسيط، محتاجة لمسة فنية بدون تكلفة، فهذه اللجنة الفنية تقول لك تعال هذه المبنى كامل احنا بنقوم به، بنعمل تصميم متكامل بحيث انه الشخص ما يدفع اي شيء. اجي مثلا حد الاسر عنده مثلا مشكلة في مكيفاتهم او ثلاجات او ما شابه ذلك، هناك في كثير للأسف من بعض الاسر تغير مثلا من اثاثه او بيته ترميها رمي، وعندهم معدات او مواد صالحة ممكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها والاستفادة منها بشكل مباشر. انا اعتقد انه احنا نبغي نستفيد من كل شيء موجود. لجنة البيئة انا عندي اشياء كثيرة ترمي، زين اعادة تدوير، عندنا مشكلة في الشواطئ، يعني احنا جايين البيئة البحرية، عندنا الشعب المرجانية، عندنا السواحل، عندنا محافظة على النباتات البرية البيئية الطبيعية، كل الامور هذه تدخل ايش من خلال هذه اللجان. لجنة التكنولوجيا، احنا اليوم عندنا مشكلة كبيرة في التكنولوجيا، عندنا تطور في التكنولوجيا بشكل غير طبيعي، سرعة تمشي بسرعة الصاروخ، نبقي الآن احنا نحافظ على عيالنا كيف يتعاملون مع التكنولوجيا الموجودة، عندنا خبراء يعني ممكن يشاركونا كيف يعملون مثلا برنامج لكل أسرة، كيف تقدر تحافظ على عيالها، كيف التعامل مع الأجهزة، شنو البرامج المفيدة، شنو البرامج اللي ممكن يكون لها مردود سيء، استخدام سيء أحسنت كل هذه ندخل من خلال التعليم. احنا اليوم في التعليم محتاجين يعني ندخل في شغلة مهمة، احنا محتاجين لمناهج، عندنا كثير من المدرسين، يعني انا من يومين كلمني مدير مدرسة قال انا تقاعدت لكن انا على استعداد اني اكون في هذه اللجنة في أي عمل تعليمي، ممكن أنا أشاركك بخبرتي، ممكن أتكلم حتى من خلال يعني إحنا بحاجة لبعض المناهج الترفيهية التعليمية لأبنائنا، وخاصة إحنا عندنا من رياض الأطفال إلى الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي حتى الجامعي، إحنا يعني حتى اللجنة التعليم ممكن تهيئ مراجع للطلاب الجامعة، ممكن احنا نشتغل على يشتركون مع اللجنة الثقافية في وضع قصة قصيرة، منهج يشتركون فيه، المسرح، يعني عمل مشترك بين التعليم وبين الثقافة، يعني حيكون في عمل مشترك بين اللجان الموجودة مع اللجان الأخرى يعني، وهذا أنا أعتقد أنه يصب بشكل كبير في هدف يعني متكامل. اليوم اللي في لجنة البيئة ممكن يتعامل مع اللجنة الاجتماعية، مع اللجنة الثقافية، ويكون في عندهم ربط، حيكون عندهم حماس أكثر، وبيتبادلون الخبرات في بيت الخبرة، في بيت يعني الخبرة. كل واحد موجود. بكرة احنا عندنا مثلا اللجنة الاقتصادية، وهذه احنا حقيقة يمكن سلطنا الضوء عليها بشكل أكبر. اليوم نشوف كثير من المشاريع الشبابية يروح يعمل مشروع خلال 6 شهور سنة اللي دفع يمكن مليون مليونين وخسر في المشروع، تعثر احنا عندنا من اللجنة الاقتصادية هو بيعطي دراسة متكاملة، بيقول له شو اللي انت ممكن يمشي معاك وش اللي ممكن ما يمشي معاك، شو التجارة اللي ممكن تفيدك، شو التجارة الصعبة انك تتواصل فيها. كذلك اللجنة الهندسية حتكون شريكة مع اللجان الأخرى، زين مع الهندسية، أجي أنا أصمم لك مثلا المحل، بدل ما تروح أصمم محل بمليون ومشروعك كله ما يكلف يمكن 50,000، يبقى أنت خلاص، فاللجنة الهندسية تقول لك أنا بصمم لك ما يكلفك حتى ب5,000. نعم دكتور، إحنا نحب نقول هذه الخلاصة بهذه اللجان وهذا العمل، نقدر نقول تكافلي وتكاملي بنفس الوقت، أن هذا كله بتطوع بلا مقابل، يعني صحيح. فهذه الخلاصه يعني من عمل التطوع. دكتور ممكن في عجاله نبغى نلحق في يعني محاور كثيره صراحه نبغى نلحق عليها، ممكن المشاهد يسال اللي في بيت الخبره متقاعد وعنده عاده نشيط ومتحمس انه يقدم خبره، كيف ممكن، ايش العمر او ايش المطلوب، وكيف ممكن يبادر في التسجيل في هذه المبادره؟ طيب عبد الرحمن، اول شيء المجال مفتوح للجميع، وانا قلت يمكن
من 50 المتقاعد والغير متقاعد ونبدا من 50 خلينا نقول من 45 من 45 زين احنا هو 50 اللي متقاعدين مبكر يعني صحيح ومثل ما قلت في بدايه حديثي ترى العمر رقم صحيح وليس يعني عجز على اساس الناس يقول لك والله انا عمري 60 ولا 65 لا والله حصل ال 60 و 65 يمكن طاقته وشبابه احسن من ب 35 صحيح و 40 نعم فانا اتكلم انه من 45 من 50 الى ما شاء الله مفتوح نعم يعني حتى ما ابغى اقول لا 80 ولا 85 قد ما يقدر يعطي بالعكس احنا احيانا بيت الخبره نعم. انا استفيد للشخص مثلا حتى لو ورا المكتب صحيح. احيانا ترى يختصر عليك مسافه طويله مثلا يجينا على مستوى المحاماه نعم. انا عندي الان قضيه صحيح. في اي قضيه من القضايا ابغى احلها يا اخي عندي اكثر من قسم عندي في المحاماه في المدني في الجزائي في الميراث في كذا نعم. تروح استشيره بيعطيك طريقه مختصره بدل ما تروح تلف لي اربع خمس مكاتب وكل مكتب صحيح. يحط لك لا يقول لك لا قضيتك هذه سهلة جدا قانونيا تعمل واحد اثنين ثلاث والأمور تنحل فاقتصر عليه شكل كبير صحيح. فإحنا فعلا محتاجين نستفيد من الخبرات هذه الموجودة من خلال اللجان الموجودة في بيت الخبرة والتسجيل دكتور أما سؤالك في التسجيل إحنا مثل ما قلت لك الآن إحنا الآن المجال مفتوح يمكن أنا متواصل مع كثير من الناس لكن المقر إن شاء الله نتركه الآن خلال الأسبوع القادم أو فيما بعد يعني مطلع الشهر القادم راح يكون جاهز أكيد 100% أصلاً خلال العشر أيام هاللي جاية بنأكد وين بيكون مقر بيت الخبرة وفي نفس الوقت حنعمم على مكان التواصل وسكرتاريا وكيف نتواصل يعني فالآن أنا يمكن أكثر الزملاء أو أكثر المتقاعدين يعرفوني وعلاقة طيبة معهم وممكن حتى التواصل معي بشكل مباشر فأنا عسني الآن عندي يمكن مجموعة كبيرة من المتقاعدين من بيت الخبرة خلينا نسميهم باتصال معهم وحتى أنا حقيقة يمكن وزعتهم توزيع على اللجان الموجودة لكن بلغتهم بشكل مباشر يعني مش معنى أنا وزعتك أنت رأست اللجنة لا أنت الآن بتكون من ضمن فريق العمل صحيح. وبينكم بين بعض أنتم تجلسون تختارون تضعون الآلية وانتخابات ديمقراطية بالعكس لأن أنا أبقي دائما من بيت الخبرة هم يكونون مثال نعم مثال صحيح. زين لأي واحد يجي يعرف أن احنا في النهاية العملية احنا ما جاي ننافس على منصب صحيح. ولا جاي ننافس على راتب يعني عمل تطوعي من غير مقابل صحيح. يمكن واحد يسألني يقول تعال يا اخي من غير مقابل يا اخي اذا احنا كلجنة قدرنا نوفر اقول بالعكس انت اذا كلجنة قدرت تجيب موارد لك ما عندي مشكلة الموارد تستخدم في اللجنة بشكل مباشر وحتى اللجنة ممكن يعني توزع بينها بين بعض ما عندي اي تحفظ وكل واحد وعلاقاتها مثلا وعمله يعني من خلال اطار قانوني نعم بحيث ان احنا يعني ما نبغي مثلا اللجنه الاقتصاديه في عندي رجال اعمال لك يا اخي انا يا اخي كرجل اعمال يا اخي ابغى ساهم وابغي يا اخي المساهمه هذه انه ينتفع فيها مثلا احد من الاجيال يعني او الشباب أحسن. فانا اقول له من حيث المبدا ما عندي مشكله يمكن بكره احنا يكون عندنا مبنى متكامل صحيح. يمكن يكون عندنا عماره فيها 12 دور حق 12 لجنه شوفوا كل لجنه تدير عملها انا متاكد مشروع بيت الخبرة هذا إذا يعني طبق بالشكل اللي احنا يعني نفكر فيه بشكل جدي أنا متأكد أنه بيكون نموذجي والناس حتتحدث عنه وحيكون له فعلا فائدة للأجيال القادمة حيكون مرجع لكل شيء للتعليم مرجع للهندسة مرجع للمحاماة مرجع للثقافة مرجع يعني أنت ما جبت ناس من برا جبت ناس من الخبرات اللي صحيح. عندك موجودة نعم. بيتها القطر إن شاء الله يكون صحيح. الاسم هذا بيت الخبرة بيتها القطر صحيح كل من هو في يعني قطر يعني أنا يعني شفت أنت يعني زوار قطر كان في كأس العالم نعم إيش رد الفعل عندهم بعد ما راحوا صحيح الكل يتكلم على حسن الاستقبال على الابتسامة على الأخلاقيات الموجودة صحيح. على الود على المحبة في العملية ترى ما جت تلقائية صحيح فهذا احنا الحمد لله احنا جيلنا وعيالنا متربين يعني تربية على سلوك اللهم لك الحمد على تقاليد وهذا الشيء المفرح يعني اللهم لك الحمد احنا نشكرك يعني دكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي والرواد للعمل التطوعي الله يعطيكم العافية اتمنى لهذه المبادرة توفيق وان شاء الله ننتظر في الايام الجاية المقر الرئيسي باذن الله تعالى لهذه المبادرة ونشوف انجازاتكم ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله من خلال قناه الريان وبرنامج ترحيب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تاخذون اول الصفقه الصحفي بالمقر لازم ان شاء الله المتبني لهذا المشروع ان شاء الله ان شاء الله باذن الله شكرا لك يا دكتور شكرا لك اذا اعزائي المشاهدين ايضا نصل معكم من هنا الى فقره اخبار ولكن من العالم الى الفضاء حيث نتابع في التقرير التالي تفاصيل اول مهمه فضائيه بريطانيه لاطلاق صاروخ من أراضيها إلى الفضاء الخارجي ولكنها باءت بالفشل بسبب خلل فني ظهر قبيل وصول هذا الصاروخ إلى المدار
كانت هذه أول مهمة فضائية بريطانية لإطلاق صاروخ من أراضيها إلى الفضاء الخارجي، ولكنها باءت بالفشل بسبب خلل ظهر قبيل وصول الصاروخ إلى المدار حسب ما أعلنت شركة فيرجن أوربت. الشركة البريطانية المتخصصة بوضع أقمار اصطناعية صغيرة في مدار الأرض نشرت تغريدة قالت فيها إنه يبدو أن لدينا خللاً يمنعنا من الوصول إلى المدار. وكان الصاروخ الفضائي البالغ طوله 21 متراً والمحمل بتسعة أقمار اصطناعية قد تم تثبيته على طائرة بوينغ 747 تابعة لفيرجن أوربت أقلعت من مطار كورنوال نيوكوي في جنوب غرب إنجلترا وعلى ارتفاع 35 ألف قدم فوق المحيط الأطلسي قبالة جنوب إيرلندا. انفصل الصاروخ عن الطائرة كما كان مقرراً واشتعلت محركاته وانطلق نحو المدار، لكنه لم ينجح في الوصول إلى هدفه فيما عادت الطائرة إلى المطار بسلام. ومع فشل هذه المهمة تتأجل طموحات المملكة المتحدة في الانضمام إلى النادي الحصري للدول القادرة على إرسال صواريخ إلى الفضاء الخارجي والبالغ عددها 8 دول. وبهذا التقرير مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، نشوفكم إن شاء الله على خير، في أمان الله. في أمان الله.